امام رئيس الجمهورية رحمة الله عليه الرئيس محمد حسني مبارك منذ هذا اليوم، وهذا القارئ يرفع رؤوسنا جميعا في كل مكان في داخل مصر وفي خارج مصر. أسأل ربي جل وعلا أن يبارك له في عمره، وأن يفتح عليه فتوح العارفين، وأن يرزقه التوفيق والسداد. فليتفضل فضيلة معالي الدكتور عبد الناصر حرك، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون عليك
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله
علي
12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Oh!
ذلك الدين القويم ذلك الدين القويم ذلك الدين القويم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين الذين كفروا
يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا للآخرة إلا قليل Yeah.
سبيل الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل إلا إلا تنصروه
نصره الله. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. صلوا عليه كما نزلوا الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله يحفظك. الله يتقبل يا سيدي. الله يتقبل. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامح حضراتكم أحد عظماء دولة التلاوة كروان الفجر والجمعة نجم الأمسيات الدينية قارون ذكره التاريخ وسيذكره التاريخ نراه دائما وأبدا لا نراه إلا عند الأكابر فضيلة معالي الدكتور عبد الناصر سعد حرق. الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بكل من فيهم عائلة حرق يتقدمون جميعا لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هنا مشاركا واجب العزاء في ليلة تكريم والد الصغير وشقيق الكبير عم الحاج عبد العزيز عز الدين حرم. يتقدم السادة الأفاضل المعلم ماجد عبد العزيز حرم والمعلم عنتر عبد العزيز حرم والمعلم السيد عبد العزيز حرم والمعلم وائل عبد العزيز حرم. ويتقدم الوالد عم الحاج فتح الجهري حاج محمد عبد الفضيل الجهري استاذ ابراهيم عيد عم الحاج المحمدي عز الدين حرق والحاج الطنطاوي عز الدين حرق والحاج حمدان حرق والحاج محمود الطنطاوي حرق والحاج منير سيد احمد حرق والحاج محمد لطفي حرق.